أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من أولياء المحروسة. طبعا أنت تسمع عن الأباصيري، تروح اسكندرية يقول لك زور الأباصيري، الإسكندرانية يقولوا عليه الأباصيري، بس هو ما اسموش كده، هو اسمه الإمام البوصيري. وبالمناسبة هو من مواليد الصعيد، تحديدا في محافظة بني سويف سنة 1213 ميلادية. حفظ القرآن بطبيعة الحال وهو في طفولته، وبعدين انتقل للقاهرة ودرس علوم اللغة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البوصيري ما كانش بس زاهد تقي ورع عالم، كان واحد من أروع الشعراء تميزا في كتابة القصائد في مجال مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وليه عشرات القصائد في المديح النبوي. البوصيري الحقيقة عانف حياته من فقر شديد جدا بسبب تكرار طرده الدائم من الوظائف اللي بيشغلها، ورزق بزوجة على حد وصفه هو زوجة ولود، فكان عنده عيال كتير جدا، وده كان حاجة من الحاجات اللي مخلية ان الدنيا ضيقة وصعبة عليه شويتين. طب انت عارف ان البوصيري هو صاحب قصة البردة؟ لا استنى، مش نهج البردة، نهج البردة دي بتاعت احمد شوقي، لكن البردة بتاعت الامام البوصيري. وبالمناسبة انت سمعتها عشرات المرات وهتلاقيك حافظ منها ابيات، بس انا لسه جاي لك في الكلام. البوصيري نظم البردة دي ازاي؟ البوصيري كان عيان جدا 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 لدرجة انه اصيب بالشلل ورقد في البيت، فقال انا لازم اكتب قصيدة في حب الرسول عليه الصلاة والسلام علشان يتشفع لي وربنا يشفيني، واقوم على رجلي اجري على لقمة عيشي انا ومراتي والعيال. المهم قعد يكتب الامام البوصيري هذه القصيدة اللي هي البردة لحد ما كتب اخر بيت فيها ونام. جاله مين في المنام بالظبط؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا طبقا للإمام البوصيري، البوصيري ألقى القصيدة على النبي فاستحسنها وألقى على البوصيري ببردته. صحي البوصيري زي الحصان، مشافى ومعافى. تعرف عنها من وقت ده قصيدة البردة، هي 160 بيت وأصبحت من أشهر المدائح النبوية. طبعا هذه القصيدة عورضت من أحمد شوقي زي ما كنت بقول، وسميت بنهج البردة. الجماعة بتوع الطريقة الشاذلية حبوا القصيدة دي جدا، وأنشدوها ونسخوها وخمسوها وشطروها وسبعوها وتسعوها وعشرت أيضا وشرحت وعورضت زي ما كنت بقولك. طبعا من أشهر الأبيات بتاعتها إيه؟ مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. البوصيري ساب مجموعة كبيرة جدا من القصائد والأشعار ضمها ديوانه الشعري اللي حققه محمد سيد كيلاني. قصدته الشهيرة اتكلمنا عنها البردة، هي أصلا اسمها الكواكب الدرية في مدح خير البرية، وعندنا الهمزية اللي هي أم القرى، وعندنا المضارية في مدح خير البرية، وعندنا ذخر المعاد. من الحاجات اللي بتميز البوصيري إنه كان بيحب يسمي القصائد بتاعته بأسامي تدل على المضامين. المهم الإمام البوصيري فضل يتصوف ويؤثر في الأدب والأخلاق تأثيرا خلى الناس حريصة على تلاوة وحفظ البردة، وحفظها باعتبارها وسيلة من وسائل التقرب لله سبحانه وتعالى. توفي البوصيري سنة 696 هجريا الموافق 1295 ميلاديا، عمره كان حوالي 87 سنة. ترك وراء مجموعة من القصائد والمديح خلدت ذكراه، واتدفن في نفس المسجد اللي موجود دلوقتي واللي بيحمل نفس الاسم قدام جامع المرسي أبو العباس اللي كان أصلاً أستاذه في التصوف. رحم الله الإمام البوصيري وروحه، صلوا ركعتين هناك، ما هو أصل مصر أرض البركات وأرض الكرامات. استنونا بكرة في نفس الميعاد وحلقة جديدة من أولياء المحروسة.